يباصي لقدام، يصنع هجمات، كلام من ده، جزء كان بيفتقده النادي الاهلي خلال فترات كتيره من السنوات السابقه. فيعتبر كمان اليو ديانج من اللاعبين المميزين جدا. عاجبني قوي وعاجب كل جمهور النادي الاهلي ياسر ابراهيم. امبارح، مش امبارح بس بقى، ياسر على مدار الاربع ماتشات اللي فاتت من ساعه ما ابتدى اساسي وهو احد نجوم كل المباريات اللي ابتداها. دي حقيقه، راجل في الملعب، قراراته توقعاته مميزه جدا، بالتحديد في خط الدفاع، وده امر بيبقى مطلوب جدا لاي مدافع بيأدي دوره. فبالتالي امور جيده جدا وايجابيات عديده من مباراه الامس، في انتظار البناء على هذه الايجابيات علشان باذن الله نوصل للهدف المطلوب في النهايه. لكن انا عايز اعلق بقى بالتحديد على اللقطات اللي قدامنا دي. طبعا في صور قبليها ريتنا عرضها، وهي خاصه بنزول بعض الجماهير للملعب وتوقف بطوله او توقف المباراه لاكثر من 10 دقائق بسبب نزول الجماهير وكلامه، ومظهر في الحقيقه احنا ما كناش نتمناه اطلاقا. وبصراحه كده هي صوره سيئه جدا للكره السودانيه. طبعا يعني خلينا نحط على جنب خالص العلاقات ما بين مصر والسودان والجماهير وكلام من ده، ودي بتبقى يعني او بيبقى تصرف فردي من بعض الجماهير السودانيه في الحقيقه، لكن موضوع العلاقات ده امر مفروغ منه، مفيش اي مشكله خالص. لكن احنا زعلانين على صوره شعب شقيق زي الشعب السوداني من اللي احنا شفناه امبارح. في نفس الوقت لازم نشيد بالامن وكيفيه تعامله مع احداث المباراه بالامس. الامن السوداني في الحقيقه ادوا دورهم على اكمل وجه، وحموا الحكام واللاعبي الفرقتين بصوره ممتازه، لكن مظهر ما كناش حابين ان احنا نشوفه خالص، خصوصا في دوله شقيقه. يعني ايه الصوره دي مثلا؟ ايه الصوره دي؟ ليه احنا بنلعب؟ احنا بنعمل ايه؟ ده ماتش كوره يا جماعه، مش حرب. دي مش حرب، دي مباراه كره قدم. الافضل يكسب، الافضل يصعد، مش مستاهله كل الكلام ده. وللاسف بعض نشطاء السوشيال ميديا اللي هم حاولوا، سواء من السودان او قله قليله جدا من المصريين، ان هم يشعلوا الفتنه، هم اللي تسببوا في المظهر ده وفي المشهد اللي احنا شفناه ده وفي الصور اللي احنا بنشوفها قدام حضراتكم. يعني دلوقتي دي دكه النادي الاهلي وحواليهم عدد من الضباط او عدد من الجيش السوداني اللي كان بيأمن هذه المباراه، وصوره للاسف سيئه جدا في حق الشعب الشقيق، الشعب السوداني. وفي نفس الوقت الاهلي اكيد هياخد خطواته اللي هي حقه، ملهاش علاقه بجزئيه العلاقات وكلام من ده. لا، انت دايما بتحفظ حقك بخصوص هذه الامور يعني، وازاي تتعامل مع الاحداث اللي ممكن تقابلك بشكل عام يعني. لكن صور ما كناش نحب ان احنا نشوفها اطلاقا في الملاعب. ولما الاهلي هياخد خطوه، او لو خد النادي الاهلي خطوه، فده اقرار للحق والعدل والبحث كمان عن الروح الرياضيه، ودي اهم الامور اللي دايما بيركز عليها النادي الاهلي في كل قراراته في كل خطواته، واللي دايما احنا بنتمناها في الملاعب الافريقيه بشكل عام وفي الملاعب المصريه كمان تحديدا. مشهد سيء جدا نتمنى ان هو ما يتكررش اطلاقا. لكن رغم كل ده قدر النادي الاهلي ان هو يتعامل مع المباراه، وقدر ان هو يرجع ويتاهل بنقطه التاهل للدور المقبل. وفي نفس الوقت يا جماعه برضو لما نيجي نفكر كده، اصل بعض الناس اتكلموا بعد المباراه قال لك ايه؟ قال لك لا، فرصه كهربا كان زمانها خلصت المباراه. طبعا فرصه مهمه جدا وكان نفسنا كهربا يحطها يعني، لكن في كل الاحوال الحاجات دي وارد ان هي بتحصل يعني، فرصه وتضيع وكلام من ده. لكن في ظروف عانى منها الفريق على مدار احداث المباراه واللي بتتمثل في هذا المشهد. فانت لما تبقى كسبان 1-0 ويحصل معاك الكلام ده، او تشوف المشاهد دي قدامك في ارض الملعب، اكيد هتتاثر ذهنيا شويه، هيبقى عليك ضغط اكبر. فبالتالي جه خطا وهدف في مرمانا وخلانا قعدنا 4-5 دقائق في الاخر كده على اعصابنا يعني، مستنيين الحكم يصفر. لكن الاهم في كل الاحوال هو تاهل النادي الاهلي للدور المقبل، دور الثمانيه بالتحديد، علشان نبتدي خطوه مهمه جدا من ضمن خطوات الفوز بهذه البطوله. البعض بيتطرق لجزئيه اللائحه والكلام اللي احنا سمعناه امبارح، وتصريحات طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص ان المباراه ممكن تتحسب في الاخر لفوز النادي الاهلي بعد الاحداث اللي شهدتها هذه المباراه. اوكي، امر اداري، ده امر اداري ممكن يتحرك فيه النادي الاهلي، في انتظار طبعا تقرير الحكم ومراقب المباراه، والتقرير ده اللي هيحدد بنسبه كبيره جدا مدى امكانيه تطبيق اللائحه. ممكن الراجل لو قال لك مثلا ان احنا وقفنا المباراه وانهيناها، يعني نهينا المباراه لما وقفت واضطرينا ان احنا نكمل حفاظا على سلامه الموجودين في الملعب، سواء جماهير، لاعبي الفرقتين، جهاز فني، كلام من ده، ساعتها ممكن يقول لك ايه؟ الاهلي فاز بالمباراه دي، فانت هتبقى اول مجموعه.
لكن في نفس الوقت لو القرار ما كانش كده الاهلي جاهز لكل شيء. نغمت ان الفريق للاسف هيقابل الترجي، للاسف هيقابل مازيمبي او سان داونز، مش مطلوبه خالص. بالمناسبه يا جماعه، الفرق اصحاب المركز الاول في المجاميع اللي هم ممكن يواجهونا، يعني سواء المازيمبي او سان داونز او الترجي، هم اللي بيهابوا تواجد النادي الاهلي في المركز الثاني، لان فرص كده في فرص ان هم يواجهوا فريق كبير زي النادي الاهلي. وعلى فكره احنا مش بنقول شعارات، دي حقيقه. اسم النادي الاهلي لوحده يكفي، ممكن انت فنيا ما تبقاش في التوب بتاعك مثلا، ممكن عادي، لكن في نفس الوقت اكيد بيتعمل لك مليون حساب. فاحنا الاكبر في افريقيا، النادي الاهلي هو الاكبر في افريقيا بالبطولات، بالانجازات، بالاداء كمان بتاع امبارح، نقدر ان احنا ننافس على اللقب، ننافس عليه باذن الله تعالى. فده امر مهم جدا، لازم احنا نكون داعم وناس بنساند الفريق في كل المباريات وفي كل الظروف اللي ممكن تقابلنا، بخصوص اي فريق ممكن تقابله في دور الثمانية انت قادر ان انت تفوز عليه وتتخطاه، بخلاف بقى جزئية اللائحة وبعض الامور الادارية دي، هنشوف هتصفر عن ايه في النهاية يعني. لكن الاهم ان احنا مكملين في اللقب، مكملين على المنافسة على البطولة، وان احنا جاهزين فنيا وبدنيا، وجهاز فني رائع، وعوده بعض المصابين اهمهم طبعا رمضان صبحي هتفرق معاه خلال الفتره الجايه، انسجام اليو بادجي بالشكل المطلوب خلال الفتره الجايه كمان هيفرق معاك بشكل كبير جدا، والعاب بخلاف طبعا العناصر